المجموعات متطرفة أو متعصبة. وكأن سوريا الأسد أصبحت تنافس الدول المتقدمة ديمقراطياً واقتصادياً واجتماعياً، ولا ينقصها اليوم سوى إصلاح حزب البعث منتهي الصلاحية، وكأن أبراج المدن السورية تناطح السحاب، واقتصرت مشكلات السوريين على مكافحة فساد المحسوبيات. بشار الأسد يحاضر في مقر حزبه بإيجابية الانتخابات وسلبية المحسوبيات. شعب، بالرغم من أن هذه القضية يعني واضحة مثبتة أنها يعني كذب. في قاعة تتنفس جدرانها الاستبداد، ويشهد الحضور فيها على مثال حي للديكتاتورية المعاصرة التي امتزجت بدماء شعب كامل وعاشت على أنقاض مدن مدمرة وأجيال منهكة، يظهر رئيس النظام بشار الأسد أمام حشد من أدواته ليطرح تصوراته حول سياسات العمل الحزبي وأدواته. كالتكتيك من دون استراتيجية. يتحدث من يوصف بسيد الاستبداد عن المحسوبيات والمال السياسي فيقول إن المحسوبيات علاقة قوية بين أفراد المجتمع على مستوى متنوع، وهي تعبير عن حالة صحية وجميلة وإيجابية، لكن عند إدخال هذه العلاقات في المؤسسات يمكن أن تتحول إلى حالة سلبية، نظرية لا قيمة لها. ومحور المقاومة اليوم في المنطقة. ينتهي الأسد من كلامه عن حزب البعث ودوره الحكيم في قيادة سوريا نحو ما وصلت إليه، فيأتيه كالصاعقة رد إيراني من زعيم ميليشيا ما تسمى بسيد الشهداء المدعو أبو آلاء الولائي، فيقول إن حاكمية التشيع هي التي منعت بشار الأسد من السقوط وحافظت على العراق وسوريا واليمن، بيد أن متابعاً آخر يقول إن إيران احتلت طائفياً 4 عواصم عربية. إذن بشار الأسد يقول إن حزب البعث هو منقذ سوريا، وإيران تقول إن ميليشياتها الطائفية هي التي حمت الأسد، وروسيا تقول إن طائرتها هي من منعت سقوط النظام. أما السوريون فلا زالوا على موقفهم الثابت الوحيد. فاهتفي يا شعب الأحرار، صوت الحق حلونا، يموت الظلم يموت الجبر، يموت البعث ويحيى الشعب، عاش الشعب.